إذا كنت تحب القصص والأساطير القديمة فغالباً أنك سمعت عن هذا الاسم جلجامش. قصة جلجامش أو ملحمة جلجامش مثل ما تحب تسميها الناس الكشخة والمثقفة، واحدة من أكثر القصص اللي أثارت اهتمام الباحثين من يوم اكتشافها، لأنها باختصار أقدم قصة كتبها البشر. أوكي، خليني أكون دقيق أكثر. مو بأقدم قصة والأول قصة بالضبط، لكنها أقدم قصة مكتوبة عثر عليها من بين جميع القصص اللي كتبت عبر التاريخ. أول قبل آلاف السنين، قبل اختراع الكتابة والقلم والورق وكل هالخرابيط المفيدة، القصص اللي يقصها الناس لبعض كانت تتناقل شفهيا. يجيك واحد عنده قصة، يجمع الناس حوله ويروي عليهم قصته سحر، والناس اللي سمعوا القصة ينقلون ليتذكرون منها لربعهم، وربعهم ينقلون ليتذكرون من القصة لأصحابهم، وأصحابهم ينقلونها لأصدقائهم، والسلسلة تستمر إلى الأبد. ذي كانت الطريقة اللي تحفظ فيها القصص في أغلب تاريخ البشر. ما في مكان تقدر تحفظ فيه قصة إلا في أدمغة الناس، الشيء القطع ذا. وطبعا كان في عواقب لهذا الشيء، إذا القصة ما انتقلت من شخص لشخص خلاص بوف تنسي وتختفي من الكون، وما في أي طريقة تقدر تسترجعها فيها إلا لو تخترع آلة زمن وترجع لشخص حافظها وتزعجه إلى أن يعلمك القصة. لهذا السبب معظم القصص عبر التاريخ أما ضاعت أو نسيت، أو هي تنتقل من شخص لشخص تشتتت تفاصيلها مع النقل وتشوهت لدرجة أنها خلاص ما عادت نفس القصة. فنادر جدا جدا يوصلنا شيء اليوم من القصص اللي كانوا يتناقلونها البشر في الأزمنة القديمة، على الأقل مثل ما كانوا هم يقصونها في زمنهم. وهذا اللي يخلي ملحمة جلجامش قصة مثيرة للاهتمام. ملحمة جلجامش مثال على قصة ما زالت محفوظة بشكلها القديم بأسلوب وتعابير وعقلية البشر القدماء. القصة انكتبت على ألواح طينية في وادي الرافدين حول 2000 سنة قبل الميلاد تقريبا، لكنها نست مع الزمن وضاعت وظلت مدفونة وما حد يدري عنها لآلاف السنين. لكن من بعد منتصف 1800 ميلادي عثر على عدة نسخ منها بأكثر من لغة في عدة مناطق بين العراق والشام وتركيا وحولهم. ومن يوم الإعلان عن اكتشافها والناس حول العالم مهتمين فيها، لأن الآن صار موجود عينة من نوع القصص اللي كانت تتناقل وتروى أول ما بدأ البشر يدونون أفكارهم وتصوراتهم عن الحياة والعالم من حولهم. وأنا شخصياً من زمان عندي فضول حول القصة، أبي أعرف شلون الناس في هالجزء من العالم كانوا يشوفون الدنيا قبل 4000 سنة، وش نوع القصص اللي كانوا يقصونها لبعض. رحت دورت على ترجمة للقصة من لغتها الأصلية، استخدمت الترجمة ذي للي عنده فضول، وقررت أن أحول اللي قريته إلى فيديو، وهذا اللي طلع معي. يلا نبدأ. قبل لا نبدأ طبعا بس بنبه على شيء، القصة انكتبت في زمن قديم جدا، فبتشوف فيها معتقدات وأفعال مختلفة تلفه عن اللي متعودين عليه اليوم. بالعربي القصة مليانة أشياء مبنية على أساطيرهم وعلى آلهتهم وأديانهم في ذاك الوقت، وبعض الشخصيات تسوي أشياء مش كويسة، فبحاول أخفف من هالأشياء قد ما أقدر بدون ما أخلف القصة نفسها، يعني علشان مراعاة للذوق. لكن بعضها بيبقى موجود، فقلت أنبه أول لأنه يمكن البعض يتحسس من هالأمور. فكلنا حلوين؟ أوكي، كلنا حلوين. في بلاد الرافدين كانت تقع مدينة اسمها أوروك. أوروك كانت مدينة واسعة وفخمة، لها معبد ومستودع للأكل وأسوار عالية. القصة جدا جدا فخورة بهالأسوار، توصفهم بأنهم يلمعون مثل النحاس من جمالهم. والله صج تقول للقارئ تعال المدينة وامشي فيها وشفها بعينك، جرب أرجع على السور وتفحصها بنفسك. شفت جودة البناء؟ ها؟ مرة شفت شيء بهالمستوى؟ ما بتلقى مثل هالجدران في العالم. هذا يوريك عقلية البشر في ذيك الفترة. الحضارة البشرية توها بادية والمدن حول العالم كانت قليلة، فبالنسبة لهم بناء مدينة وإحاطتها بأسوار للحماية يعتبر إنجاز كبير في زمنهم. مدينة أوروك كان يحكمها ملك اسمه جلجامش. جلجامش كان رجل ضخم وعملاق، حكيم وسيم ومقاتل قوي جدا. القصة تقول أن أبوه كان إنسان لكن أمه
كانت واحدة من الآلهة. الناس أول يحبون يعطون قدسية لحكامهم فسلكوا لهم. مع أن جلجامش كان يملك مدينة ما في مثلها في العالم، لكن كحاكم كان سيء وظالم. ما في بيت في المدينة لو قتل أحد أبنائهم أو انتهك حرمتهم أو ظلمهم بشكل ما. واحد من الأشياء الغريبة اللي كان يشتكي منها أهل المدينة هو أن جلجامش كان عنده مجموعة طبول، وكان دايما يضربهم ويصحيهم من النوم علشان يجمعهم. ما أدري ليش القصة شافت إنه ضروري تذكر هذا الشيء من بين كل الأشياء السيئة اللي كان يسويها جلجامش، لكن واضح إن أهل المدينة كانوا يكرهون طبول جلجامش. سكان المدينة صاروا يشتكون لآلهتهم ظلم جلجامش. في ذاك الزمن كان عندهم آلهة كثر الدنيا. فالآلهة اجتمعت وقالت أوكي لازم نشوف حل للأخ لأن مشاكلها كثرت. إيش كان حل الآلهة؟ عندهم الآن حاكم ظالم ويبون يوقفونه عند حده، ينزلون عليه العذاب من السماء، يخسفون فيه الأرض شوي أكشن. لا، حل الآلهة كان أن يرسلون عليه رجل ثاني بنفس قوته علشان الاثنين يتحاربان ويتقاتلون مع بعض إلى الأبد. وجلجامش خلاص ينشغل عن الناس وما يصير عنده وقت يظلمهم أو يدق الطبل المزعج حقه. جميل. وفعلا واحدة منهم رمت طين في وسط البراري وتحول الطين لرجل ضخم وشعره طويل وكثيف. اسم هذا الرجل كان إنكيدو. إنكيدو أو إنكيدو كان رجل بري ومتوحش، وسلوكه وطبعه أشبه بالحيوان، كأنه طرزان أو ماوكلي. إنكيدو صادق الحيوانات البرية وصار يعيش معاهم، حتى ما كان يأكل أكل طبيعي مثل باقي البشر، لا كان يأكل الأعشاب من على الأرض مع الغزلان، ويشرب من الأنهار مباشرة مثل الحيوانات البرية. ما ينظف الماء ولا يستخدم كأس. يوم الأيام أحد الصيادين كان يمشي في البراري وشاف إنكيدو وانرعب منه، لكنه قرر يتجاهله وما يقرب منه. نصب له بعض الأفخاخ يصيد له كم حيوان، لكن إنكيدو صديق الحيوانات شاف الأفخاخ وراح خربهم. الصياد توهق الصج، لا هو اللي قادر يصيد وخايف يسوي أي شيء لهالمخلوق المتوحش اللي قدامه أو حتى يقرب منه. قرر الصياد يروح عند جلجامش ويعلمه عن الرجل المتوحش اللي صادفه ومنعه من الصيد. رد عليه الملك: لا تخف، الحل عندي أنا، جلجامش أكبر حكيم في العالم. إيش تتوقعان كان حل جلجامش للرجل الغريب اللي يخوف الناس؟ يرسل عليه الحرس يمسكونه؟ يخلي جنوده أو مرتزقة يقاتلونه أو شيء من هالقبيل؟ ليه؟ حل جلجامش كان أن يرسلون له امرأة جميلة والرجال الوحشي بينفتن فيها، والحيوانات إذا شافته بيقولون يه وخلاص ما بيصيرون أصحابه وبتنحل المشكلة. أدري. عموما جلجامش أرسل مع الصياد امرأة وراحوا لعند الرجل المتوحش اللي اسمه إنكيدو، ووصلوا لعنده وبدا بينج بدا بوم، بالضبط صار اللي توقعه جلجامش. ومن يومها الحيوانات صارت تتحاشاه وتهرب منه. إنكيدو صار حزين جدا لأن كل أصدقائه هجروه وما صار يدري شو يسوي في حياته. البنت قالت: إنكيدو اسمع، أنت الحين رجال طول وعرض وضخم كأنك جبل، ليش قاعد وسط البر لحالك؟ تعال معانا المدينة، هناك بتشوف جلجامش الوحيد اللي قوته وجماله يوازون قوتك وجمالك. إنكيدو قال أوكي. وهم في الطريق للمدينة التقوا بمجموعة رعاة. الرعاة كانوا كريمين وقدموا لهم شوي أكل وشرب. في البداية إنكيدو ما عرف يأكل من أكلهم لأنه متعود يأكل عشب وبرسيم مثل البهايم، لكنه ضاقه وشوي شوي بدأ يتعود عليه. إنكيدو جلس مع المرأة والرعاة لفترة وبدأ يتعلم منهم كيف يصير إنسان متحضر. تعلم يلبس ملابس مرتبة، وتعلم كيف ينظف ويعطر نفسه. صار يساعد الرعاة ويحرس مواشيهم في الليل، وصار يحميهم من الذئاب والسباع اللي تهجم عليهم. إنكيدو حب الرعاة وحياتهم، وهم بعد حبوه. يوم الأيام الجماعة كانوا قاعدين ودخل عليهم رجل شكله متبهدل. سألوه: خير؟ عسى ما شر؟ قال الرجال: الوضع مع جلجامش خلاص ما عاد يحتمل. صار يقص لهم عن ظلم جلجامش واعتداء على الناس في أموالهم وأعراضهم طبله الغبي اللي ما يسكت. إنكيدو عصب يوم سمع عن أفعال جلجامش وقال: أنا أنقذكم من هذا الحاكم. ترك الرعاة واتجه للمدينة.
في الليل قلقامش كان يمشي في شوارع المدينة وفجأة لمح شيء خلاه يوقف. ركز فيه وشاف أمامه هالة ضخمة، شيء ما قد شاف مثله. الهالة ذي كانت لرجل عيونه تشتط شرار. الرجل صرخ: قلقامش! رد عليه قلقامش: تبي تتحداني؟ أنا قلقامش العظيم، تتجرأ وتقرب مني؟ رد عليه هنكيدو: ما أقدر أتوطى في بطنك إلا لما أقرب منك. قال له قلقامش: هوهو، أجل قرب قد ما تبي. الاثنين بدأوا يتكافخان والمعركة بينهم كانت طويلة وعنيفة، لكن قلقامش هو اللي فاز في النهاية. بعدها فجأة صار شيء غريب، الاثنين انبهروا من قوة بعض وقرروا يصيرون أصحاب. والله صدق هذا اللي تقول القصة، الاثنين قرروا يصيرون أصدقاء بعد هوشتهم، لأن ما أدري يمكن القوي يحترم القوي. وهذا نهاية القسم الأول من القصة، كيف هالاثنين صاروا أصدقاء؟ هل تأدب قلقامش وصار إنسان محترم؟ ما ندري، القصة ما تعلمنا بهالشيء. الاثنين صاروا رابع، وأنكيدو قرر العيش في المدينة بدال ما يرجع للبراري، لكن مع الوقت بدأ يمل من حياة المدينة والحضارة وزحمتها. قلقامش لاحظ هذا الشيء، ويوم جاء لصديقه وقال له: أنكيدو نكودي أبو النكد، في غابة أرز بعيدة شوي وفيها عفريت قوي يحرسها ما حد يقدر عليه، تبي نروح نصيده ونقطع لنا كم شجرة أرز ونغير جو؟ ما أدري ليش، بس في عالم القصة أشجار الأرز لها قدسية خاصة، ما أدري يمكن خشبهم سحري ولا شيء من فالمفروض أنه ما حد يقطعهم، ومعينين عليهم حارس يحرسهم لأنهم مهمين. أنكيدو طالع في قلقامش وقال: تقصد خمبابة صح؟ أعرف هذا العفريت من أيام ما كنت عايش مع الحيوانات، تراه يقدر ينفخ نار من ثمه، تدري إنه يقدر ينفخ نار؟ من جدك تبي تقتله؟ قلقامش كان عنده سبب ثاني طبعا لقتال خمبابة. السبب بكل بساطة هو أنه مهايطي كبير ويبي يوري العالم لأي درجة هو قوي ورهيب. المهم قلقامش حاول يقنع أنكيدو، وصار بينهم حوارات ونقاشات وعفسة، بس مختصرها كان: خلنا نروح نقتل العفريت. لا الله يخليك، لا الله يخليك، لا الله يخليك، لا الله يخليك. زين زين بس اسكت. الاثنين انطلقوا مع بعض في رحلة طويلة لغابة الأرز، مشوا طريق طويل ووصلوا للغابة ودخلوها بعد ما صادفوا شوي مشاكل. وهم هناك بدأوا يحلمون أحلام غريبة في الليل، بدأوا يحلمون حلم كأنهم يشوفون جبل يطيح عليهم وبعدها يجي نور ينقذهم من هذا الجبل أو شيء من هالقبيل. هذا شيء ما تكلمت عنه على فكرة، لكن الأحلام تستخدم بكثرة في القصة. قبل لا يصير حدث كبير دائما إحدى الشخصيات تحلم حلم يكون فيه تلميح لهذا الحدث، وهذا واحد من الأشياء المميزة في القصة الصج، إن على قدمها إلا أنها فاهمة إن التلميح وزراعة البذور للأحداث المستقبلية يعتبر أسلوب جيد في الكتابة. المهم الاثنين بدأوا يقطعون أشجار الغابة أو شيء من هالقبيل، وفجأة سمعوا صرخة مدوية تقول: من ذا الذي يجرؤ على العبث بغابتي؟ الاثنين قلوبهم كانت بتوقف من الخوف، التفتوا وشافوا شيء ضخم ما عمرهم شافوا مثله في حياتهم. العفريت كان مرعب أكثر مما توقعوا. الاثنين تجمدوا في مكانهم من المنظر اللي قدامهم. الوحش استعد للهجوم والقضاء عليهم، لكن فجأة تدخل إله الشمس وأوقف هجوم العفريت وشل حركته. الآن العفريت صار تحت رحمة هالاثنين، ولو ما لاحظت يعني هذا الجبل وهذا النور من الحلم. قبل لا يقتلونه العفريت بدأ يترجاهم ويقول إن إذا تركوه حي فبيصير خادم لهم. قلقامش لان قلبه عليه، لكن أنكيدو ما أدري شذ فيه، يمكن كان في راسه شر ذاك اليوم، فقال لا خلص عليه. وقلقامش قال أوكي، رجعوا من الغابة وهم فخورين وفرحانين. وهم في المدينة كانوا يستعدون ويرتبون نفسهم استعدادا للاحتفال بانتصارهم على العفريت خمبابة. واحدة من آلهة الحب عندهم اسمها عشتار شافت قلقامش بزينته وكشخته وقالت: هي قلقامش
شرايك تتزوجني وأعطيك كل الكنوز اللي تحلم فيها وأخلي كل الحكام والأمراء مثل الخاتم في يدك؟ عشتار كان عندها ماضي أسود مع الزواج، كانت تجلب المصائب لكل من يتزوجها وتدمر حياته. فقال لها قلقامش لا شكرا على العرض لكن أنا مرتاح مع وضعي. عشتار زعلت لأن طلبها انرفض وقامت تبكي وراحت لأبوها إله ثاني عندهم وقالت له يعاقب قلقامش لأنه حسسها بالإهانة. لكن أبوها قال لها يا بنت عقلي قلقامش ما يلام، كل أزواجك اللي قبل جبت لهم المصايب. عشتار قامت تصيح وتصرخ ما بي ترى والله لو ما عاقبت قلقامش بروح بكسر باب العالم السفلي وأخلي الأموات كلهم يطلعون منه وأخليهم يأكلون كل شيء في الأرض. أبوها طالع فيها شوي وقال أوكي وأعطاها ثور خارق علشان ترسل عليهم. وفعلا عشتار أرسلت على قلقامش ثورها الخارق. الثور قاعد يكسر في المدينة ويخرب فيها، لكن قلقامش وانكيدو وصلوا وتضربوا مع الثور شوي وانتصروا عليه في النهاية. عشتار بعد ما انهزم ثورها كعادتها قعدت تصارخ وتدعي على قلقامش. انكيدو يوم سمعها مسك فخذ الثور ورماه على وجهها وقال لها انقلعي بيتكم. وفعلا عشتار رجعت لعالمها وهي تصيح وتبكي وحاسة إهانة شديدة. تبي تدعم القناة وفي نفس الوقت يصير شكلك كول؟ أجل تقدر تشتري هذا التيشيرت. التيشيرت أنيق وفيه بلبل أو بلبول أو شحرور أو أيا كان الاسم اللي تستخدمه لهذا العصفور، وفي بعد موزة جميلة متخبية وراه، شوف يا حليلها. طبعا ما تقدر تقدر التصميم إلا لما تشوفه على أرض الواقع. ف شرايك؟ حتى قلقامش نفسه يمدحه. قلقامش شرايك فيه؟ انكيدو؟ انكيدو لا 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 مو ما يلبسونه بهالطريقه. راسك صاير في مكان قلقامش ساعد انكيدو يلبس. التيشيرت بيكون متاح للطلب لمده 3 أسابيع من تاريخ نزول الفيديو وبعدها خلاص ما بتقدر تشتري. تقدر تطلبه الان من الرابط تحت في الوصف. يلا نرجع للفيديو. الآلهة اجتمعت بعد حادثة الثور وقالت أوكي لازم نشوف حل لقلقامش. ظلم الناس والاعتداء عليهم أوكي نقدر نتعايش مع هذه الأشياء، بس قتل الثور والعفريت وقطع شجر الأرز ذي مشكلة ما ينسكت عليها، لازم ننهي حياته. إله الرعد والسماء واللي اسمه أنليل قال لا قلقامش بيعيش، أنهوا حياة انكيدو. قالت باقي الآلهة ليش؟ قلقامش هو أساس المشاكل. أنليل قال شش ولا كلمة، أنت آخر من يعترض يا إله الشمس، أنهوا حياة انكيدو. باقي الآلهة قالت أوكي. وفعلا أرسلوا مرض شديد على انكيدو وصار طريح الفراش. اشتد عليه المرض أكثر وأكثر إلى أن فارق الحياة. موت انكيدو هز قلقامش بشكل كبير. بكى على جثة صديقه أيام وأيام وبدأ يقطع ملابسه وشعره من شدة البكاء. ظل يبكي على صديقه إلى أن تعفنت جثته وبدأ يأكلها الدود. قلقامش تغير من بعد موت صديقه، صار حزين طول الوقت لأنه عرف أن مهما بلغت قوته وعظمته ففي النهاية مصيره بيكون مثل مصير صديقه الموت. قرر أن يترك مدينته العظيمة وكل أمواله، لبس ملابس مصنوعة من جلد الأسود وانطلق في رحلة للبحث عن أحد أجداده اللي يقال أنه خالد وما يموت، علشان يسأله سؤال واحد مهم، كيف يقدر الإنسان يعيش للأبد؟ إذا في أحد في العالم عنده سر الحياة الأبدية فهو عند هذا الرجل. في رحلته صادف أشياء كثيرة، قاتل مجموعة أسود وهزمهم، التقى بمخلوقات نصفها بشر ونصفها عقارب، سار في وسط جبال غريبة ومظلمة جدا ما ينشف فيها ولا شيء، مر في بستان عجيب الأشجار اللي فيه تنبت أحجار كريمة بدال الفواكه،
التقى ببحار وبنى معاه مركب وأبحروا في مياه سحرية كل من يلمسها يموت، إلى أن وصلوا للمكان اللي فيه جدة. رجل اسمه أوتنابشتم. أغلب من يهتمون بقصة جلجامش يهتمون فيها بسبب الشخصية ذي، وبعد شوي بتعرفون ليش. جلجامش اسأله كيف الواحد يقدر يعيش للأبد؟ كيف أنت قدرت تعيش للأبد؟ قال أوتنابشتم تعال معاي علشان أحكي لك قصتي. في الزمن القديم اجتمعت الآلهة وقررت أن حان الأوان لمحي البشر من الوجود. الطريقة اللي قرروا فيها محي البشر كانت بالطوفان. أحد الآلهة واللي اسمه آيا جاء في السر وأخبر أوتنابشتم عن قرار الآلهة. آيا طلب من أوتنابشتم أن يبني سفينة يحمي فيها نفسه من الأمواج والطوفان القادم، وفعلا بدأ في البناء بمساعدة العديد من الحرفيين والصناع. بنى سفينة مربعة مكونة من 6 طوابق، حمل فيها كل ماله وكل من ساعده في بناء السفينة، والأهم من ذا حمل فيها مثل ما توصف القصة حيوانات الحقل وحيوانات البر استعدادا للطوفان. دقيقة، لحظة، طوفان، سفينة، حيوانات، 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 طوفان، سفينة، حيوانات. ذي قصة النبي نوح. هذا الجزء من القصة كان أكثر جزء لفت الانتباه ونوقش من يوم اكتشاف ملحمة جلجامش. ليش في قصة شبيهة بقصة النبي نوح مكتوبة في أقدم قصة كتبها البشر؟ موجود الكثير من النقاشات والآراء حول قصة الطوفان المذكورة في ملحمة جلجامش. هل هي نفسها قصة النبي نوح بس مروية بشكل مختلف؟ أم أن الموضوع مجرد تشابه وصدفة؟ أم أن يمكن في تفسير ثاني بعد؟ ما أدري. القصة طبعا تختلف في العديد من التفاصيل مع القصة اللي نعرفها، لكن التشابه بينهم واضح ومبهر. طوفان يأتي لتدمير البشر، يؤمر رجل بأن يبني سفينة للنجاة من الطوفان. الرجل يبني سفينة عملاقة ويركب معاه مجموعة من الناس والحيوانات لإنقاذهم. الجدير بالذكر أن الكثير يتوقعون أن قصة الطوفان دخيلة على ملحمة جلجامش ومو بجزء من القصة الأصلية. الموضوع معقد شوي، لكن من اللي فهمته أن عثر على قصة الطوفان مكتوبة على الألواح بشكل مستقل على الملحمة، اسمها أظن أتراحاسس إذا عندك فضول، وأبدا ما كان لها صلة بجلجامش في الأصل. لكن بما أن قصة جلجامش قديمة جدا ودونها عدة شعوب بأكثر من لغة في أكثر من مكان في أزمنة مختلفة، فبطريقة ما جاء أحد أو مجموعة في وقت ما وأوبسي دمجوا القصتين مع بعض والآن صاروا قصة واحدة. عموما هذا مو بموضوع الفيديو، هالنقاش طويل والآراء فيه كثيرة وما عندنا أبدا وقت نتعمق فيه لأن بهالطريقة الفيديو ما بيخلص. كل اللي يحتاج أن تعرفه أن في جزئية من ملحمة جلجامش تشبه قصة النبي نوح. فإحنا حلوين؟ حلوين؟ يلا نرجع القصة. تهب عاصفة كبيرة جدا ومرعبة ويحل الطوفان. الطوفان يصير أعنف وأخطر مما توقعت الآلهة، لدرجة أنهم أنفسهم يخافون منه ويبدأون بالبكاء. أوتنابشتم ومن معه يركبون السفينة وينجون من الموت. تغرق الأرض وتستمر العواصف لمدة 7 ليالي. في اليوم السابع تهدأ العواصف ويخرج أهل السفينة إلى سطحها علشان يستطلعون الوضع، ويجدون أن الأرض مغطاة بالمياه وجميع سكان الأرض تحولوا إلى طين. تنحسر المياه شوي وتنزل السفينة على قمة جبل. الآلهة تشوف أهل السفينة على الجبل ويغضب واحد منهم اسمه الليل اللي هو إله السماء والرعد إذا تتذكره، لأن ما زال في بشر على قيد الحياة. يلتفت على آية هو نفسه اللي أخبر البشر أن الطوفان قادم ويسأله سلامات خير؟
ليش علمتهم انه في طوفان؟ آيا يرد عليه ويقول ما تحس ان موضوع الطوفان ومسح البشر من الوجود كان مبالغ فيه شوي؟ ليش تقضي عليهم كلهم؟ المرة الجاية قلل عددهم بس، ارسل عليهم سباع ولا امنع عليهم المطر او ارسل عليهم وباء وطاعون يقلل عددهم، بس يعني ما يحتاج تقضي عليهم كلهم. انليل قال اوكي، ويروح لأوتنبشتم وزوجته ويلمس جبهاتهم بإصبعه ويجعلهم خالدين وقادرين على العيش إلى الأبد. ليش عطاهم القدرة ذي؟ ما أدري، مو واضح من القصة. عموما أوتنبشتم يقول لجلجامش ذي هي الطريقة اللي قدرت أنا أصير فيها خالد وأعيش للأبد، لكن بعلمك سر، في طريقة ثانية لو تعبي بعلمك إياها، لكن في تحدي أول لازم تفوز فيه. أبيك تظل صاحي وما تنام لست أيام وسبع ليالي. جلجامش قال بس هذا التحدي؟ خلاص أجل استعد، بتعلمني الطريق. بعد ما صح جلجامش من النوم، أوتنبشتم قال له إذا ما قدرت تهزم النوم تتوقع أنك بتهزم الموت؟ آسف ما أقدر أعلمك عن سر الخلود. حزن جلجامش وقرر الرجوع إلى مدينته، لكن زوجة أوتنبشتم قالت لزوجها أن الرجال قطع كل هذا الطريق عشان يوصل لنا، مو بمشكلة علمه سر الخلود. أوتنبشتم قال أوكي. مسك جلجامش وقال له اسمع، في قاع هالمياه في نبتة تشبه الورد ومليئة بالشوك، إذا أكلها العجوز يرجع شباب ويطول عمره. جلجامش فرح بأنه عرف عن طريقة لتطويل العمر أخيرا، وراح ربط أحجار في رجوله وغطس في المياه وحصل النبتة السحرية. طلع من المياه وركب مركبه وهو فرحان، وقال أنه بيقطع النبتة ويشارك فيها أهل مدينته وبيأكل منها شخصيا إذا كبر وصار عجوز. وهو في طريق العودة لمدينته حصل بركة مايها بارد، قرر أن ينزل فيها وينظف نفسه ويروق شوي بعد تعب الرحلة. وهو مسترخي في البركة تشوفه حية، الحية تقرب منه بشوي شوي وتقرب منه بشوي شوي وتقرب منه بشوي شوي، وبكل هدوء تسرق النبتة السحرية وتاكلها وترجع هي شباب. جلجامش انهار خلاص ما يتحمل شيء زيادة، يبي يرجع بس لمدينته، بس يبي يرجع. وفعلا انطلق نحو المدينة بصحبة البحار وهو مكسور. رحلته ما كان منها فايدة ورجع منها مثل ما راح، مكتوب عليه الموت مثل باقي البشر. في طريقهم للعودة يوم قربوا من المدينة وبدأت ملامحها توضح في الأفق، جلجامش وقف يطالع في مدينته، وخيبة الأمل اللي كان يحس فيها بدأت تتبدل بنوع من الإحساس بالفخر. التفت على البحار وقال له تعال المدينة وامشي فيها وشفها بعينك، جرب ارجع على السور وتفحصه بنفسك، شفت جودة البناء؟ مرة شفت شيء بهالمستوى؟ ما بتلقى مثل هالجدران في العالم. وهذه كانت ملحمة جلجامش. شو الدرس اللي تعلمناه منها؟ ايش كانوا يحاولون يقولون الناس اللي كتبوها قبل 4000 سنة؟ كل واحد يقرأ القصة طبعا بيفهم منها شيء، لكن اللي أنا فهمته هو أنها تحاول تلقى جواب على كيف ممكن الشخص يبقى موجود وخالد إلى الأبد. هل الواحد يخلد بالعلاقات والصداقات اللي يكونها؟ هل اللي خلدك هو أعمالك البطولية والمغامرات اللي خضتها؟ هل اللي بقيك هو إنجازاتك والأشياء اللي تبنيها بيدك ويستفيد منها غيرك من بعدك؟ أم أن كل هالأشياء مردها النسيان والحل الوحيد هو أن تقهر الموت علشان تعيش للأبد؟ يبدو لي أن جواب القصة هو أن الأخير مستحيل، فأقلها ابني شيء بيدك يستفيد منه غيرك، يمكن على الأقل تعيش في ذاكرتهم إلى الأبد.